السلام عليكم. اليوم غنحضروا السباغيتي بلي فوي دو مير ان شاء الله. المهم بسم الله على بركه الله. انا كما كتشوفوا المقادير غنبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم عندي هنا تقريبا ماشي تقريبا اكيد 500 غرام ديال هذا ديال لي طوماط سوغيز. الطوماط هكا كتكون صغيره. وعندي هنا لي فروي دو مير. عندي شويه كلشي عندي هنا ميلانجي. عندي هادو هاد الكوكتيل خديت الكوكتيل وخديت لي كروفيت هكا ناتشورال وخديت لي مول. ها نتوما كما كتشوفوا خلطت شويه شويه من هنا. تقريبا عندي هنا 450 غرام. عندي هنا كما كتشوفوا معلقه ديال البصل ومعلقه ونص ديال الملحه. وعندي هنا الثومه كبيره. راه هذه الثومه كامله ماشي اكثر من وحده وانا قطعتها مرصوات هكا. وانتم ديروا مثلا الا عندكم صغارات ديروا جوج منهم، الا عندكم كبيره ديري غير وحده. وانا ما غاديش نطحنها غنديرها كامله في التقله وغادي نوريكم الطريقه. وهنا اكيد عندي سباغيتي. هنا عندي الملحه غليظه كنستعملها غير لي بات باش كنسلق لي بات كنديرها في الماء ديال لي بات. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للتحضير وانا غادي نوريكم التحضير ان شاء الله القادم. ندوز بسم الله. ثم غادي ناخذ الثومه ديالي غادي نحطها هكا على الكرش ديال الثومه هكا وغادي نديرها فوق النار تقلى مزيان حتى كتشمو هذا الثومه ريحه الثومه عاطيه. وديك الساعه الا بغيتو تخليوها خليوها، الا ما بغيتوش حيدوها كما بغيت كما تبغيو. انتما فاش كتشوفوها اللون ديالها مبدل مباشرة غادي نهزو السمك هنا ونخليهم ونخليو حتى داك السبيلي هدا الفوت كيبدا كيطيب. غادي نزيدو لا طوماط سوغيز. انتما هنا درت الما وغادي نزيد جوج معالق ديال الملحة. جوج معالق ديال الملح ما عامرينش يكونوا ممسوحين ونخليو الماء يتسلق. هنا 500 غرام ديال السباغيتي وغادي ما غاديش نخليهم يطيبوا الطيبه كامله حيت غادي نرجعها في الطيب في هذيك لاصوص ديال الطوماط ولا الحوت ونوريكم كيفاش ان شاء الله. دابا غادي نعطيش من بعد ما قطعتها هكا انتما كتشوفوا غنديرها حتى هي وغادي نخلي حتى تهبط هاد الطوماط تهبط كامله. هنا غادي نزيد هاديك البزر والملح وغادي ندير تقريبا معلقه ديال البازيليك معلقه. ونسيت يا بنات نقول لكم زيدوا 3 المعالق حتى 4 ديال هاد الطوماطات ديروا بعض المعالق ان شاء الله. انتما لاصوص كي رجعت وزدت هنايا معلقه ديال المعدنوس وغادي نخلط مزيان هذا الشيء ونخلي واحد 5 دقائق هكاك وغادي نطفيو وصافي ان شاء الله نحضرو بحول الله. البنات تحضير نهائي كتجيب جد بنينه بنينه بنينه. هذه الطريقه اللي وريت لكم هي الطريقه التراديسيونال اللي كتكون 100% ديال بحال اللي كتاكلي في لي ريستوران. كتجي بنينه بزاف بزاف وتبعوا المقادير دقه بدقه اللي عطيت لكم باش تصدق لكم ان شاء الله بحول الله. نتمنى تكونوا
عجبتكم، واتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله ان شاء الله.